مرحبا وأهلا بكم في الحلقة السادسة من أساطير وأسطورتنا اليوم من سكاندينافيا التي تمثل النرويج والسويد والدنمارك وأيسلندا. أهلا بكم في الحلقة السادسة. كيف حصل الإله ثور على مطرقته صانعة الرعد؟ الميثولوجيا الإسكندنافية آمنت أنه في البداية لم يكن يوجد أي شيء إلا العدم الذي تكون من ثلاثة عوالم: عالم الضباب، عالم النار، وفي الشمال ويمفلهانج عالم الظلام، حيث يجري 11 نهر سام. ويتكون مجمع الآلهة الإسكندنافي من عدة آلهة، أبرزها ثور صاحب المطرقة، لوكي المخادع، وأودن ملك الآلهة. وجميع الآلهة بدأت مع عملاق واحد خرج من بطن الأرض يدعى ييمير. ففي البداية جاء العملاق، وبعده جاءت عدة عمالقة أصلها بالتحديد غير معروف. فبعض الروايات مثلا تقول أن العملاق سورت ولد من النار، وكل رواية لها مرجعها. صحيح أن هذه الأساطير كانت جزء من حياة شعوب الماضي، لكنها ليست أحداثا تاريخية، ولهذا كل الروايات تؤخذ بعين الاعتبار. مع ييمير وجدت بقرة تدعى أودهملة. قامت هذه البقرة بلعق الجليد الذي كسى العالم في ذلك الوقت، وحررت أول إله بوري. بوري أنجب بور، وبور أنجب أودن الذي بدوره تزوج من الآلهة فريغ وأنجب نسل الإله إيسير، بينما النسل الثاني من الآلهة آلهة الفينير كانوا من سلالة العمالقة. تقول الأسطورة أن سيف الآلهة العملاقة كانت آلهة المحصول والخصوبة، وكانت متزوجة من ثور، وكانت خارقة الجمال ومشهورة بابتسامتها الساحرة وشعرها الذهبي الذي كان أشبه بانعكاس أشعة شمس الغروب الذهبية فوق سطح الماء، أو حقول القمح في آخر فصل الصيف لكثافته وطوله. في إحدى الليالي استيقظ ثور مبكرا وأيقظ السيف في هلع وقال: ما الذي حصل لك؟ لم تعلم ما كان قصده، ورفعت يدها لتزيح شعرها من على وجهها، لكن لمفاجأتها لم يكن هناك أي شعر. نظرت إلى زوجها وصرخت: شعري! رد ثور بغضب وقال: لقد أخذ شعرك. من هو؟ ردت سيف: لوكي، أجاب وحمل نفسه وذهب إلى غرفة لوكي، لكن الباب كان موصدا. حطم ودخل إلى الغرفة وحمل لوكي من رقبته، ثم سأل: لماذا؟ لماذا ماذا؟ أجاب لوكي ببراءة: شعر سيف الذهبي، لماذا أخذته؟ تغيرت ملامح لوكي ألف مرة، لكن في النهاية قال: ظننت أن الأمر كان مضحكا، كنت ثميلا. وبصوت مجلجل قال إله الرعد: سيظن الجميع على أنها عوقبت على شيء لم تفعل، عليك أن تعيده لها. رد لوكي وابتسامة بريئة على وجهه: لا أستطيع، لا يمكن استخدام نفس الشعر بعد قلعه من الجذور. تحت تهديد ثور بكسر عظام لوكي جمعاء يوميا، وافق لوكي خائفا وقال لثور أنه سيحضر لها شعرا جديدا من عند الأقزام، فهم ماهرين وبإمكانهم صناعة كل شيء. وافق ثور آملا أن يكون لوكي صادقا، ثم تركه، وما إن نزل الأرض إلا وهرب خارج الغرفة آخذا معه حذاءه السحري ليساعده على السفر في السماء إلى سفارتسلفهايم، مقر سكن الأقزام. كان أبناء أوفالدي أشطروا الحرفيين وأمهرهم، فقام لوكي بزيارتهم أولا. دخل على مشغلهم وبعد التحية قال: أحدهم أخبرني أن بروك وإيتري هم أمهر الحرفيين في التاريخ. رد أحد أبناء إيفالدي: أظن أنك مخطئ، فنحن الأعظم. ضحك لوكي وقال: أنا متأكد أن عملهم يضاهي عملكم، ولهذا قاموا بتحديكم. سيقوم بروك وإيتري بصناعة ثلاثة هدايا لآلهة الإيسير، وهم سيحكمون. أحد الهدايا
يجب أن يكون شعر ذهبي ينمو ويعيش مثل الشعر العادي. أجاب أحد الأقزام: بإمكاننا أن نفعل هذا. نجح الجزء الأول من خطة لوكي الماكر، وخرج مبتهجا إلى عند بروك وإيتري، وما إن وصل مشغلهم إلا وقال: أبناء إيفالدي سيهدون 3 هدايا مميزة لآلهة إسغارد، وأخبروني أن أناملكم السمينة لا تستطيع صناعة أي شيء يضاهي إبداعهم. بروك كان على علم بأفعال لوكي، فقال له: موافقين، لكن على شرط، سنقطع رأسك إذا فزنا. وافق لوكي خائفا، لكنه كان واثقا أنه سيجد طريقة ليجبر الأخوان على الخسارة. وفي مساء تلك الليلة دخل الأخوان إلى مشغلهما وتقاسما العمل. أخذ إيتري قطعة من جلد الخنزير وبدأ العمل عليها، وطلب من بروك أن يشعل الفرن ويمده بالهواء بلا توقف لكي يبقى مرتفع الحرارة، وحذره أن أي كسل منه سيؤثر على التحفة. لم يكن بروك قلقا، فإشعال الفرن وتزويده بالهواء كان جزء من عمله اليومي. وفي هذه الأثناء دخلت ذبابة سوداء إلى المشغل وبدأت بالتحليق من زاوية إلى أخرى. كان إيتري يعمل بجهد على قطعة الجلد، وبروك كان يعمل على ضخ الهواء. في هذه الأثناء حطت الذبابة على يد بروك وعضتها، لكن بروك لم يتأثر. عندما انتهى إيتري كشف عن خنزير بري ذهبي، ثم شكر أخاه على القيام بالفرن، فلو اختلفت الحرارة بدرجة واحدة فقط لفشلوا. بعدها أخذ إيتري قطعة من الذهب وطلب من بروك أن يشعل الفرن مجددا ويمده بالهواء، وفعلا قام بذلك. وبينما كان منشغلا بضخ الهواء حطت الذبابة على رقبته وقرصته، لكنه لم يتوقف ولم يعرها أي اهتمام. بعد عدة ساعات صاح إيتري وطلب منه أن يتوقف عن العمل، فإنه كان قد انتهى من صناعة الهدية الثانية، وكانت خاتم سحري. ثم طلب منه العودة إلى الفرن وحذره مجددا أن لا يترك الفرن بدون هواء ولو لدقيقة واحدة، فعمله القادم سيتطلب الكثير من الدقة. ومجددا لم يكن بروك قلقا أبدا. عندما بدأوا العمل حلقت الذبابة التي كانت لوكي متخفيا طبعا وحطت على جفون بروك وبدأت باللسع إلى أن بدأ الدم بالسيلان وغطى على نظر القزم. لم يستطع بروك التخلص منها مهما فعل، وبالنهاية أنزل إحدى يداه عن المضخة وصفع وجهه محاولا ضرب الذبابة، لكنه لم ينجح إلا بإبعادها عنه. بعد قليل جاء إيتري وصاح بروك معاتبا، فدرجة حرارة الفرن كانت غير منتظمة وكان على وشك أن يفشل في آخر الهدايا، لكن لحسن الحظ لم يحدث شيء من هذا القبيل. فتح الأخوان النوافذ مما أعطى لوكي فرصة للهرب. وفي اليوم التالي جاء لوكي لتفقد الأقزام، ولكن بروك وإيتري كانا غاضبان وتوعدا لوكي بقطع رأسه بعد فوزهما. لوكي لم يكن قلقا أبدا، ظنا أن الذبابة كانت قد أتمت مهمتها على أكمل وجه. في يوم المسابقة وقف لوكي بجانب أبناء إيفالدي أمام 3 من الآلهة في أسغارد: أودن صاحب العين الواحدة الأب الأكبر، ثور إله الرعد صاحب الذقن الحمراء، وفري الجميل إله المطر وأشعة الشمس. فوقف بروك وعلى وجهه علامات الصرامة وحيدا وهدايا الآلهة بجانبه مغطاة بقطعة قماش. أمرهم أودن بالبدء، فهرع لوكي إلى وسط الغرفة وقال: لقد صنعت الأقزام 6 هدايا للآلهة، وعليكم أن تحكموا بأنفسكم ما هي أفضل هدية. ثم كشف عن أول الهدايا من أبناء إيفالدي، وكانت رمحا خلابا قادرا على أن يخرق أي شيء ولا يخطئ هدفه أبدا، كان يدعى جونير، وعطاه لوكي لأودن صاحب العين الواحدة. ثم قال: إذا أقسمت على هذا الرمح فلن يكون بإمكانك أن تنقض القسم أبدا. أعجب أودن بالرمح لكنه لم يبدي ذلك. ثم تقدم لوكي وكشف عن شعر من ذهب خالص
قادر على أن يتقمص خصال الشعر الحقيقي. ثم نظر إلى ثور، فقام ثور بدوره ونادى على سيف لتجرب الشعر، وما إن وضعته على رأسها إلا وغمرت المكان بالنور المنعكس من عليه. فرح ثور جدا وثنى الأقزام على ما قاموا به. آخر هدية كانت وشاحا حريريا ملفوفا على بعضه، وضعها لوكي بين يدي فري. بدا فري الجميل غير ممتن وقال للوكي: ما هذا؟ أجاب لوكي: هذه أكبر سفينة صنعت حتى اليوم وتدعى سكيتبادنير، حيثما حلت ستمتلك رياحا جيدة، ومتى ما أردت بإمكانك أن تطويها داخل هذا الوشاح. وفجأة ظهر الامتنان على وجه فري. الآن حان الدور على بروك، وكان على وجهه ابتسامة خبيثة. تعجب لوكي من شكله، حيث أنه كان على ثقة أنه سيخسر، خصوصا بعد عرض الهدايا الثلاثة الأولى. سحب بروك القماشة من على هداياه ورماها على الأرض، ثم أخذ خاتما ذهبيا ووضعه أمام أودن وقال: هذا الخاتم يدعى دروبنير أو المنقط، وأسميناه بذلك لأنه مسحور. عند الليلة التاسعة من كل شهر سينشطر إلى 8 خواتم متماثلة بالحجم والجمال. أخذه أودن ولبسه على ساعده، حيث أن الخاتم كان خاتما للساعد وليس خاتما للإصبع. أودن أعجب بالخاتم لكنه لم يظهر ذلك. ثم مشى بروك إلى عند فري وأعطاه الخنزير البري الذهبي وقال: هذا جولم بورستي، هذا الخنزير الذي سيجر عربتك في السماء وعلى الماء ليل نهار بدون تعب أو كلل، سيضيء أظلم الليالي بلونه الذهبي أينما كان. فرح فري بالهدية، ولكن لوكي لم يكن قلقا حتى الآن، فالسفينة العملاقة داخل الوشاح الصغير أهم وأروع من الخنزير الذهبي. وأخيرا جاء بروك بمطرقة ووضعها أمام ثور. نظر إليها ثور ثم أشار إلى يد المطرقة وقال: إنها قصيرة للغاية. أجاب بروك أنه على علم بهذا، وأنه كان هو السبب، فهو الذي غير من حرارة الفرن عن غير قصد عندما كان أخاه يصنعها، ثم قال لثور: اسمها ميولنير، أي صانعة الرعد. أولا، لا يمكن لشيء أن يكسرها. ثانيا، إذا رميتها وأردت أن تصيب شيئا فإنها لن تخطئ أبدا. ثالثا، بإمكانك أن ترميها أينما شئت بكل قواك وستعود إليك دائما. ابتسم ثور ابتسامة عريضة، ثم فكر بكل الأسلحة التي خسر على مدى السنين، وتابع القزم فقال: بإمكانك أن تجعلها كبيرة جدا أو صغيرة جدا متى ما شئت. صفق ثور بفرحة ثم قال: هذه أفضل هدية على الإطلاق. ثم قال أودن: ستحمي إسغارد بهذه المطرقة، ستحمينا كلنا. طبعا إسغارد هي مدينة سكن الآلهة الإسكندنافية. بدأ لوكي بالقلق، وذكر ثور بالشعر الذهبي ولكنه لم يعيره أي انتباه. قال أودن: هذه الهدية أفضل من رمحي وخاتمي. ثم قال فري: وأفضل من سفينتي وخنزيري على التأكيد، سينتصر ثور على أي عملاق باستخدامها. بعد كل هذه التعليقات التفت بروك إلى لوكي وعيناه ما زالت متورمتان من لسعات الذبابة وقال: الآن سأحظى برأسك، هلما بنا. بدأ صوت لوكي بالارتجاف ورد قائلا: ماذا عن بعض المال أو الكنوز بالمقابل؟ رد عليه: نحن من يصنع الكنوز لوكي، أعطني رأسك الآن. سأعطيك إياه إن استطعت أن تمسك بي أولا. وطار فوق رؤوسهم واختفى. نظر بروك إلى ثور وسأله إن كان بإمكانه أن يحضر لوكي، وثور هنا أراد أن يجرب المطرقة فوافق على الفور. بعد دقائق عاد ولوكي على كتفه. أخرج بروك سكينة واقترب من لوكي، فما كان من لوكي إلا أن التفت إلى أودن وقال: لقد وافقت أن أعطيهم رأسي، ولكن لا شيء من رقبتي. إذا قطعوا رأسي فسيأخذون جزءا من رقبتي، وهذا ليس بعدل. فكر أودن بما قال لوكي، ثم خاطب بروك وقال له: لا يحق لك أن تأخذ من رقبته شيء. بدا الغضب على وجه بروك،
خصوصا بعد أن بدأ لوكي بمديح نفسه وذكائه وجماله. مشى بروك إلى عند أودن وهمس شيئا في أذنه، ثم رد أودن: أرى أن هذا هو شيء مناسب. ثم ذهب إلى عند لوكي وأخرج من حقيبته قطعة جلدية صغيرة ولفها حول فم لوكي، ثم حاول ثقب الجلد، لكن السكين لم تكن قادرة على أن تؤذي لوكي، فعرف على الفور أن لوكي كان قد حمى نفسه عن طريق تعويذة سحرية تقيه من السكاكين. فأخرج إبرة وقام بخياطة فم لوكي تاركا إياه أبكم. إلى هنا انتهت الأسطورة. وصراحة أكثر ما شدني في الثقافة الإسكندنافية كان تشكيل العوالم وتعاملها مع بعضها البعض وتقسيم مجمع الآلهة بطريقة مختلفة. سأشرح المزيد عن هذه العوالم في حلقة قادمة، لكن فكرة وجود 9 عوالم مختلفة كلها جزء من مكان أو شيء واحد يدعى إجدراسيل أو شجرة العالم العملاقة أثار فضولي، خصوصا عندما تأخذ بعين الاعتبار مكان هذه العوالم المتخيلة والمنطقة الموجودة على أرض الواقع. مثلا شمال اسكندنافيا التي كما ذكرت تمثل النرويج والسويد والدنمارك وأيسلندا، يوجد المحيط المتجمد الشمالي البارد جدا، وعلى ذلك أقروه عالم مختلف وأسموه نيفلهايم أو أرض الضباب، وظنوا أنها مصدر كل الأنهار في العالم. في أواخر القرن الماضي ذاع صيت الأساطير الإسكندنافية بسبب اقتباس شخصيات في كتب ومجلات من كل أنحاء العالم من مجمع الآلهة الإسكندنافي، وأقرب مثال على ذلك في وقتنا الحالي هم ثور ولوكي في سلسلة أفلام The Avengers من مارفل. في الأدب المشهور أقر J.R.R. تولكين كاتب سلسلة ملك الخواتم أو The Lord of the Rings أنه استلهم الكثير من الأشياء من الأساطير القادمة من شمال أوروبا أي اسكندنافيا. أنا كنت قد كتبت هذه الحلقة في شهر يناير، ولكن الآن قبل نشرها أردت أن أعدل الخاتمة لتغطية شيء مهم، فأنا الآن أنشرها خلال حرب روسيا في أوكرانيا. وخلال هذه الحرب شهدنا أشياء شنيعة جدا، وأحدى هذه الأشياء كانت تغطيات صحفية عنصرية تجاه غير البيض بشكل عام والعرب بشكل خاص. وخلال بحثي عن مصادر ومعلومات عن الحضارة الإسكندنافية قرأت شيء مثير للاهتمام عن تطور الميثولوجيا في تلك المنطقة. يقول كيفين كروسلي هولاند الشاعر والمترجم الإنجليزي: الحضارات والشعوب دائما ما تجد الآلهة التي تحتاج، والعالم الإسكندنافي كان يحتاج آلهة ليبرر كمية العنف السائد في ذلك الوقت، حيث أن العنف كان من سيمهم، متحدثا عن الإله أودن إله الحرب صاحب العين الواحدة. جميع سكان العالم يستحقون العيش بسلام بدون أي قلق تجاه الأمان أو لقمة العيش. ما تنساه الصحفيين الذين اتسموا بالعنصرية هو كمية العنف والدمار المنتشرة في ماضي أوروبا، وأن سبب العنف والزعزعة الحالية في بلادنا العربية ما هي إلا نتيجة سنين الاستعمار والاستغلال التي عشناها على أيدي المستعمرين الأوروبيين الإنجليز والفرنسيين بالتحديد. أتمنى أن تكون حلقة اليوم رفعت عنكم بعض الشيء في ظل هذه الأوقات الصعبة،